السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج ديسكوفر اكتشف KG1 الترم التاني، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نذاكر منه ونكتب ملاحظاتنا. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين ده الكوفر بتاع منهج Discover الترم التاني Kindergarten 1 أو KG1 Discover اكتشف Term 2 الترم التاني. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وفي البيج دي بيوضحوا خطة الوزارة لتطوير وتنمية التعليم وخطة طموحة لحد سنة 2030 إن شاء الله. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وهنا كلمة السيد وزير التعليم الأساسي والتعليم الفني ونظرته لتطوير التعليم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وهنا أول صفحة في الكتاب وفيها النيم أو الاسم والكونتنتس أو المحتوى. وقبل ما ابتدي أشرح، أتمنى أن انتوا تشاركوا الدرس ده مع أصحابكم، علشان في ناس كتير جدا ما استلمتش لسه الكتب، فانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وزي ما احنا شايفين قدامنا الكونتنتس او المحتوى. واول حاجة المحور الثالث How the world works. How كيف the world العالم works يعمل. كيف يعمل العالم. How the world works. Chapter 1 او الفصل الاول فيه اسمه On a roll. On a roll، roll لوحدها بتيجي بمعنى تدحرج. On a roll ده expression بمعنى في حركة دايما، حاجة بتتحرك دايما. فهنا هو بيكلمنا عن حركة الأشياء وطبيعة حركة الأشياء وأشكالها المختلفة. Chapter 2 أو الفصل الثاني Shade for a beetle. Shade يعني ظل، الظل بتاع الحاجات، انتوا عارفين طبعا الظل. For a beetle، beetle يعني خنفسة، اسمها الخنفساء اسمها بيتل. فهنا في الشابتر ده هو بيكلمنا عن الشمس وعن الظل. شابتر 3 اسمه Where can I buy. Where يعني أين، وده السؤال عن المكان. Can أستطيع I buy إن أنا أشتري. فهنا بيكلمنا عن الأماكن اللي احنا بنشتري منها الحاجات. والمحور الرابع أو Communication. Communication يعني الاتصالات. Communication اتصالات. و Chapter 1 Paper Garden. Paper يعني ورق، Garden يعني حديقة، فهنا معناها حديقة ورقية، حديقة مصنوعة من الورق. وده Chapter 1. Chapter 2 Painting Feelings. Painting يعني نرسم، رسم. لما تيجي بترسم حاجة ده اسمه Painting. Feelings المشاعر، هي الحزن والسعادة والغضب، ده اسمه feelings. feelings يعني مشاعر. فهو هنا painting feelings يعني رسم المشاعر. لما تيجي ترسم وجه واحد مبسوط غير لما تيجي ترسم وجه واحد حد زعلان، غير لما ترسم وجه حد angry او غاضب، غير لما ترسم وجه حد بيضحك، دي اسمها feelings. زيها زي الايموجيز او الاشكال بتاعه الايموجي اللي موجوده على الموبايل، لو انتوا تعرفوها يا اصحابي، الوشوش اللي شكلها سعيد او شكلها زعلان او شكلها بيضحك، دي اسمها الفيلينجز. فبينتينج فيلينجز يعني رسم المشاعر. وشابتر 3 او الفصل الثالث اللي هو المسج. مسج يعني رساله. اكروس يعني عبر. The Nile يعني النيل. فبيقولك رسالة عبر نهر النيل. A message across the Nile، رسالة عبر نهر النيل. وآخر حاجة الماس جورنال أو كراسة الرياضيات أو الجزء الرياضي. ويلا نشوف البيج اللي بعد كده، خليكم معي. وهنا دي رسالة ترحيبية ومكتوب فيها طبعا Welcome to Discover، مرحبا بكم في Discover. وبأكد مرة تانية على ان انتوا تشاركوا الدرس ده مع اصحابكم في KG1، لان في ناس كتير لسه ما استلمتش الكتب، فانت مش هتخسر حاجة. وزي ما احنا شايفين قدامنا
هو هنا بيرحب بيكوا يا اصحابي وبيقول لكم احنا منهج ديسكفر، واحنا بنساعدكم ان انتوا تتعلموا بشكل جديد، وبندعمكم ان انتوا تتعلموا المعلومات بشكل جديد. وفي الاخر حتى بيقول لكم we hope you enjoy this new learning experience، يعني احنا بنأمل ان انتوا enjoy تستمتعوا this new learning experience، هذه الخبرة الجديدة او هذه التجربة الجديدة في التعليم. ونتنقل للصفحة اللي بعد كده، خليكم معايا. وزي ما احنا شايفين ده cover chapter 1 او الفصل الاول، المحور الثالث how the world works، كيف يعمل العالم. والعنوان بتاعه on a roll، يعني زي ما احنا قلنا في حركة دايمة او حركة الاشياء. وهنا جاب لنا بنوتة واقفة وماسكة قلم وبتتابع حركة الأشياء المختلفة في العالم، الأشجار بتتحول لأخشاب والأخشاب بتتحول لمباني. فهنا بيعرفك إن الأشياء اللي حواليك في العالم بتتحرك وبيحصل عليها تغيرات كتير. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 3 أو صفحة 3 وعنوانها counting. counting يعني نعد عد شيء معين. Our school tools، ان احنا نعد our school tools، ادواتنا المدرسية. tools يعني ادوات، school مدرسة. فcounting our school tools يعني نعد ادواتنا المدرسية. وهنا بيقول لنا count يعني عد. how many، كم عدد tools الادوات are in each group، في كل مجموعة. write، اكتب the number، الرقم. to show how many، علشان توضح عددها كام. how many، كم عددها. فهنا عندنا مجموعة صور في مجموعة boxes او مربعات، في كل مربع في عدد من الحاجات احنا هنعدها وهنعمل counting. وبعد ما نعدها كويس هنكتب تحت كل صورة عدد الحاجات اللي موجودة جوه المربع. فأول حاجة عندنا هنا صورة لكتابنا الجميل، كتاب ديسكفر، وأعتقد إن دي صورة للكتاب بتاع الترم الأول. فهنا ده صورة لكتاب واحد يعني one، فهنكتب هنا number one. في البوكس التاني one two three، قولوا معايا يا أصحابي one two three. في three pencils، three pencils أو تلات أقلام رصاص، فهنكتب هنا three. في هنا في البوكس التالت one two. في two scissors، scissors يعني مقصات، في two scissors، فهنكتب هنا number two. في الصورة الرابعة موجود في one two three four، في four pens، four pens أو أربع أقلام جاف، فهنكتب هنا number four. في الصورة الخامسة في عندنا one board، سبورة واحدة أو لوحة واحدة. عارفين السبورة طبعا يا أصحابي، فهنا دي one بس، فهنكتب هنا number one. وآخر صورة في البيج فيها one two three four five، مرة كمان one two three four five. في عندنا هنا five crayons أو خمس أقلام تلوين، فهنكتب هنا number five. والكلمات الجديدة هنا count، count يعني عد. how many، how many يعني كم عدد. tools، tools يعني أدوات. in each، في كل. group، group يعني مجموعة. write طبعا احنا عارفينها يعني اكتب. show، show يعني يوضح. how many، كم عدد. وطبعا احنا عارفين number، number يعني رقم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 4 أو صفحة رقم 4 وعنوانها how can it move.
How يعني كيف. Can it move؟ تستطيع أن تتحرك. فهو هنا بيكلمنا زي ما قلنا عن حركة الأجسام وحركة الأشياء، وجايب لنا نوعين من الحركة. أول حاجة roll. رول يعني يتدحرج، عارفين يا أصحابي طبعا لما بتدحرجوا حاجة زي ما تزقوا كورة كده وتخلوها تلف على الأرض على جنبها، ده اسمه التدحرج. وسلايد، سلايد يعني ينزلق. سلايد اللي هو لما تيجي تحرك حاجة وتزقها وهي تتزحلق على جنب واحد من جنبها، ده اسمه سلايد، إن هي تنزلق بتتزحلق يعني، بس بتتزحلق من غير ما يحصل لها رول. رول اللي هي تتدحرج، اللي هي تلف حوالين نفسها. فرول يعني يتدحرج، اللي هو يلف حوالين نفسه زي ما قلت لكم الكوره واحنا بنزقها على جنبها فبتلف حوالين نفسها وهي بتلف على الارض. او سلايد، سلايد يعني ينزلق، اللي هو يتحرك ويتزحلق، بس بيبقى الكلام ده على جنب واحد من جناب الجسم اللي احنا بنحركه. فعندنا هنا بيقول لنا draw. draw يعني ارسم. align. line يعني خط. from من. the classroom tool أداة الفصل بتاعك، الأداة اللي انت بتستخدمها جوه classroom أو الفصل بتاعك يعني أدواتك المدرسية. to the word للكلمة. that describes اللي هي بتوصف. how the tool كيف هذه الأداة. can move تستطيع أن تتحرك، ممكن تتحرك إزاي الأداة دي. You can أنت تستطيع. draw أن ترسم. more than one line أكتر من خط. for each tool لكل أداة، يعني كل أداة من الأدوات دي زي ما احنا شايفين عندنا هنا pencil أو قلم رصاص، وبوك، بوك يعني كتاب، وماربل، ماربل يعني بلية، أو بول، بول يعني كورة، وبلوك، بلوك يعني قالب. عندنا أربع أدوات، كل أداة من دول هنوصل بينها وبين الحركة اللي هي ممكن تتحرك بيها. وممكن نرسم خطين يطلعوا من كل أداة، يعني ممكن الأداة تتحرك ويحصل لها رول أو تتدحرج حوالين نفسها، وممكن يحصل لها سلايد إن هي تتزحلق على جنب واحد. فإحنا هنعمل إيه؟ أول حاجة البنسل، البنسل للقلم الرصاص لما بنيجي نحركه بيحصل له رول او بيتدحرج حوالين نفسه، ولا بيحصل له سلايد ان هو يتحرك على جنب واحد. شاطرين ممكن يحصل له رول ان هو يلف حوالين نفسه، ممكن كمان ان انت تزقه وتخليه يتحرك ويتزحلق على جنب واحد. فهنا نرسم خط ويوصل للرول، ونرسم خط تاني ويوصل للسلايد. طب تاني صورة هي البوك، البوك او الكتاب. هل يا ترى الكتاب ممكن يحصل له رول او ممكن يتدحرج حوالين نفسه، ولا ما ينفعش وممكن يحصل له سلايد بس اللي هو يتزحلق ويتحرك وينزلق على جنب واحد؟ شاطرين هو ما يقدرش، ما احنا ما نقدرش نحرك الكتاب ونخليه يحصل له رول او رولينج حوالين نفسه. فهو لما بنيجي نحركه ونخليه يتحرك بنعمل له سلايد او بينزلق على جنب واحد من جنابه. فنرسم خط واحد هنا ونوصل الكتاب بكلمة سلايد. سلايد يعني ينزلق. طب تالت حاجة صورة البول او الكورة دي، ممكن الكورة بتتحرك ويحصل لها رول ولا يحصل لها سلايد؟ طبعا الكورة غالبا ودايما بيحصل لها رول او ان هي تتدحرك حوالين نفسها. فاحنا نوصل بين البول دي وبين كلمة رول او تدحرج، لكن هي ما عندهاش جنب ممكن يحصل لها سلايد عليه او تنزلق عليه. طب اخر حاجة عندنا البلوك، البلوك او القالب ده. البلوك ده ينفع يحصل له رول، ينفع يتدحرج حوالين نفسه، ولا ينفع يحصل له سلايد، سلايد يعني ينزلق وينزلق على جنب واحد او يتحرك ويتزحلق على جنب واحد؟ طبعا البلوك او القالب ده ما ينفعش يحصل له رول لان هو مش هينفع يتدحرج حوالين نفسه، لكن ممكن يحصل له سلايد او ان هو ينزلق او يتزحلق على جنب واحد من اجنابه. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معها الدرس التاني طبقا لدليل المعلم. والكلمات الجديدة هنا how. how يعني كيف. can. can يعني يستطيع. move. move يعني يتحرك. draw زي ما احنا عارفين ارسم. line. line يعني خط. from. from يعني من.
classroom classroom حجرة الفصل. tool tool يعني أداة. to the word إلى الكلمة. word يعني كلمة. describe describe يعني تصف. how كيف. the tool can الأداة كان تستطيع. move move تتحرك أن تتحرك. you can draw أنت تستطيع أن ترسم. more than one line أكثر من خط واحد. for each tool لكل أداة. و roll roll يعني يتدحرج يعني يلف حوالين نفسه. و slide slide يعني ينزلق أو يتزحلق على جنب واحد. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.